كله بخير وكله كويس وكله تمام الحمد لله. رأيك كده في نتيجة القرعة بتاعتنا؟ والله الحمد لله الحمد لله، الدنيا قرعة إلى حد ما كويسة. تمام. كل المجموعات مجموعات صعبة وكل الفرق فرق صعبة. أي منتخب تأهل لكأس العالم أكيد منتخب كبير ومنتخب محترم، فمعانا منتخبين من أوروبا ليتوانيا ومونتينيجرو، ومعانا منتخب من أمريكا الشمالية المكسيك، فالحمد لله يعني الماتشات كلها تبقى كويسة، الفرق كلها محترمة وأكيد لها باع طويل في عالم كرة السلة، فربنا يكرم ويسهل إن شاء الله كابتن إبراهيم. يعني السؤال المعتاد، مين الأصعب؟ مين أصعب مواجهة تكون في الثلاث منتخبات؟ ليتوانيا قولا واحد تمام. لها باع كبير في عالم كرة السلة، منتخب كبير، منتخب حاز على بطولات أوروبا أكتر من مرة، منتخب على طول بيشارك في كأس العالم، مدرسة كبيرة في كرة السلة، فمنتخب ليتوانيا يعني من منتخبات التصنيف إيه زي ما بيقولوا يعني. تمام. طيب كل مجموعة أربع منتخبات، هيتأهل منهم كم منتخب؟ وإن شاء الله لو حصل التأهل هيكون الدور الجاي مع مين؟ والله يا كابتن ابراهيم انا عشان بس برضو اكون يعني مش ماسك حاجه في ايدي في القصه دي قوي دلوقتي، 8 مجموعات وكده، كان هممنا بس نعرف القرعه بتاعتنا ايه الاول، بعد كده لسه مش عارفين الخطوه اللي بعد كده ايه، ساعات يعني كم منتخب هنلاعب، مين الدور اللي بعده، الكروس يعني الطريق بتاعنا هيبقى ايه الفتره اللي بعد كده، اللي هو الاهم بالنسبه لنا ان شاء الله ان احنا يعني وده تارجت من ضمن الاهداف اللي احنا داخلين بيها كاس العالم ان شاء الله، ان احنا يعني بالنسبه للتصنيف الافريقي كل الدول الافريقيه اللي داخله الخمس فرق، ان احنا ان شاء الله نحاول نبقى احنا اعلى تصنيف بعد كاس العالم ما يخلص، علشان ان شاء الله يبقى التاهل للاولمبياد مباشره ان شاء الله من غير تصفيات ومن غير ماتشات ومن غير اي حاجه. هو طبعا يعني خطوة التأهل لبطولة العالم بعد غياب يعني دام فترة طويلة خطوة ممتازة، خطوة يعني أعتقد هي ليها عائد إيجابي جدا على حتى اللاعبين في المنتخب وعلى المدربين كمان. الحمد لله الحمد لله، يعني آخر مرة مصر كانت في كأس العالم 2014 في أسبانيا، وكان ليا الشرف إن أنا أكون كابتن منتخب مصر في كأس العالم ده، بعد 10 سنين بنرجع الحمد لله، ده إنجاز كبير لكرة السلة المصرية، وإن شاء الله ما تبقاش آخر محطة، إن شاء الله زي ما قلت لحضرتك من شوية الخطوة الثانية إن شاء الله تبقى جوه كأس العالم، إن إحنا نقدر نصعد مباشرة للأولمبياد من خلال ناخد التصنيف الأعلى على قارة أفريقيا إن شاء الله. طيب نطمن بقى على عناصر المنتخب، طبعا في عناصر المنتخب طبعا موجودين مع النادي الاهلي في البال، وبالتاكيد يعني الخواجه رورانا اكيد متابع اللعيبه. اكيد طبعا الكوتش متابع كل حاجه، الكوتش متابع كل كبيره وصغيره، كوتش يمكن يوميا بيتبعت له تقرير من الجهاز المساعد دي، سواء انا او سواء محمد سليم على طول بنبعت له تقرير عن حاله اللعيبه، حاله الماتشات، سواء ماتشات بطولة الدوري العام أو كأس مصر أو بطولة البال مؤخرا اللي بتتلعب دلوقتي موجودة. طبعا العناصر اللي موجودة هيبقى في عناصر مخلصة الدوري ومخلصة ماتشاتها اللي ما حلفهاش الحظ ووصلت فاينل الدوري، هم دلوقتي أكيد في راحة سلبية، وفي اللعيبة بتاعت الأهلي والاتحاد مكملين عندهم فاينل الدوري، ونادي الأهلي إن شاء الله هيبقى عنده فاينل أفريقيا في رواندا. في خطة محطوطة من الكوتش ان شاء الله في شهر 6 هيبقى عندنا حاجة اسمها تريننج سنتر، الكوتش روي حط سياسة جديدة من ساعة ما جه ان قبل اي معسكر بنبدأه او بقى يعني قبل اي ماتشات رسمية بيبقى في حاجة اسمها تريننج سنتر. تمام. مجموعة القاهرة بتشتغل، اللعيبة الموجودة في القاهرة مع كوتش محمد سليم، واللعيبة الموجودة في اسكندرية بيشتغلوا معايا، بيبقى عبارة عن معسكر مفتوح فترة تدريبية واحدة يوميا، بنبدا نجهز اللعيبه انديفيدوال قبل ما نبدا المعسكر الرسمي بتاع التيم كله ان شاء الله. كل العناصر الحمد لله موجوده وكل العناصر الحمد لله سليمه وبخير، مش ناقصين اي حد لغايه دلوقتي ان شاء الله، وبنتمنى ان احنا ان شاء الله لما نخش المعسكر الرسمي نص 7 ان شاء الله تكون العناصر كلها موجوده، ما فيش حد مصاب ولا اي حاجه. عاصم مرعي كان مصاب الفتره الاخيره الحمد لله، اطمنا عليه وهو علاجه ماشي بشكل كويس،
وبيتأهل تدريجيا إن شاء الله. فكل عناصر منتخب مصر الحمد لله لغاية دلوقتي نحمد ربنا ما فيش أي إصابات أو أي حاجة كابتن إبراهيم. الحمد لله. طيب النهارده شفت مباراة النادي الأهلي النهارده مع سيتي أولرز الأوغندي النهارده؟ اتفرجت عليها يعني فترات وفترات، معظم الفترات اتفرجت عليها. مباراة كويسة، مباراة يمكن هنقول مستواها في الأول والتاني الجيم كان ماشي قريب. كوارتر الثالث النادي الأهلي أرز دفاعيا بشكل كويس، قدروا الجيم يروح ل 20 25 بونت. واعتقد ان كوتش اوجوستي بدا يريح لعيبته وبدا يوزع الجهد البدني على لعيبته، خاصه من وجهه نظر ان هو عنده مهمه صعبه في تجهيز اللعيبه المصريين لفاينل الدوري. زي ما انت عارف البال موجود ثلاث محترفين، لعيب من جنوب السودان لعيب كويس جدا، لعيب تاني امريكاني ويستر، بالاضافه لتومسون البوين جارد اللي موجود مع النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. فمهم جدا ان كوتش اوجوستي يقدر يجهز اللعيبه المصريين اللي موجودين عشان على طول خلاص اول ما يخلص فاينل الدوري ان شاء الله هيبقى يوم 10. فمهمه صعبه جدا لكوتش اوجوستي ان هو يبدا يجهز اللعيبه المصريين ديت ما يكونش واعين بدنيا واعين فنيا خلال بطوله البال. فماتش النهارده مبروك للنادي الاهلي، مباراة اكيد بتخليه ياخد خطوة نحو النهائيات ان شاء الله، وبالتوفيق في القادم ان شاء الله. طيب كابتن بس سؤال اخير، شايف ان طول يعني فترة الدوري ومنافسات المحلية مع البال هيأثر على المنتخب؟ يعني ناس كتير تقول لك ان احنا المفروض دلوقتي المنتخب يكون فاضي تماما للمعسكر ومن دلوقتي علشان كاس العالم. انا بقول لك اراء خبراء كره السله، المفروض من دلوقتي نكون معسكرين لان اللي خلاص الحكايه قربت. ولكن هل طول منافسات الدوري والكاس والبيست اوف فايف والحاجات دي في السنه دي بالذات مع تاهل منتخب مصر لكاس العالم شايفها مؤثره على المنتخب؟ والله هو اي جانب في جانب ايجابي وجانب سلبي. لو خدنا الجانب الايجابي اعتقد كل محب كره السله المصريه وكل جماهير السله المصريه هي مستمتعه بفاينل الدوري خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا. على طول فاينل دوري بيوصل لجيم 5. فأكيد النظام الجديد اللي معمول البلاي اوفس دوت حاطط نكهة تنافسية قوية جدا في النهائيات، فالناس مستمتعة. الجانب السلبي طبعا زي ما انت بتقول دلوقتي احنا اللعيبة أكيد هتطلع مرهقة جدا 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 من بطولة الدوري العام، خاصة لو الموضوع وصل لجيم 5، بالإضافة خاصة لعيبة النادي الأهلي لو وصلت إن شاء الله وإن شاء الله توصل نهائيات في رواندا هتبقى أكيد هيبقوا مجهدين. الكوتش حاطط بلان للموضوع دوت وحاطط إن شاء الله فترة ريكفري لعيبة النادي الأهلي ولعيبة النادي الاتحاد بشكل كويس. كل بنتمناه من ربنا إن شاء الله إن اللعيبة بس ما يكونش في أي إصابات إن شاء الله، وتكون خارجة سليمة من الماتشات بدون أي إصابات تعقم عن بداية المعسكر إن شاء الله كابتن إن شاء الله.